العود هنا دعنا نبسط معنى العود، هو إعادة ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى. فإذا ما كان الجاني ارتكب ذات الفعل من جديد، عندها يتم تطبيق أحكام العود بشأنه. وأحكام العود إذا ما كان مثلا في جريمتي السرقة والحرابة، ويعني إذا كان الجاني مثلا حكم عليه بقطع يده اليمنى ثم عاد وارتكب جريمة معاقب عليها أيضا حدا، عندها يتم قطع طرف آخر، وهو حسب التسلسل الوارد في القانون. بداية قلنا العقوبة الأصلية أو الفعل الأول حكم قطع اليد اليمنى مثلا في السرقة، حد السرقة تقطع اليد اليمنى. فإذا ما عاد وارتكب الجريمة مرة أخرى تقطع الرجل اليسرى. فإذا ما عاد مرة ثالثة يتم تطبيق قطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. فإذا ما تكرر أخرى بعد استنفاذ كل الأطراف، ويعني هذا المفروض يعدم، يعني عندها يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد بشأنه. يعني إذا عاد خمس مرات عندها أو أربع مرات في جريمة الحد الحرابة، عندها يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد إلا في حالة القتل، عدا عقوبة الحد في بالقتل. يعني عندما ينتهي بالإعدام لا تكون العقوبة سجن مؤبد بالتأكيد، لأن الإعدام يجب كل العقوبات الأخرى. يعني.